دعت الأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في مدينة حلب شمال سوريا لإيصال المساعدات الإنسانية وإصلاح البنى التحتية المدمرة. وأبدت المنظمة الدولية خشيتها على مصير المدنيين المعرضين للحصار، مؤكدة أن مليونين من سكان حلب يعيشون دون ماء أو كهرباء بسبب هجمات الأسبوع الماضي. الماء المتوفر في الآبار وخزانات المياه في حلب لا يكفي لتلبية احتياجات السكان. الأمم المتحدة قلقة للغاية لأن العواقب ستكون وخيمة على ملايين المدنيين ما لم يتم إصلاح شبكات الكهرباء والمياه فورياً. على الصعيد الميداني تدور اشتباكات عنيفة عند الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة وفصائل المعارضة المسلحة الموحدة تحت اسم جيش الفتح من جهة أخرى. قوات المعارضة المؤلفة من فصائل إسلامية وقوات معتدلة كانت قد تمكنت الأسبوع الماضي من فك الحصار الذي فرضته قوات النظام وحلفاؤها على أحياء حلب الشرقية منتصف تموز يوليو.